هنتكلم عن موضوع الانسولين واستخدامه في كمال الاجسام وبناء العضلات. الانسولين ده عباره عن هرمون بيفرز في الجسم عن طريق البنكرياس، خلاص، ووظيفته الاساسيه ان هو لو بتاكل اكل فيه سكريات نسبه السكر بتعلى في الدم، وبالتالي هو وظيفته الاساسيه انه يظبط مستوى السكر في الدم عشان ما يعملش مشاكل في وظائف الايه الجسم. بالنسبه بقى في الجيم او التمرين، الناس اللي هم بيضربوا انسولين عشان يعملوا ضخامه عضليه، هو لما تاخد انسولين بيزود من قدره الجلوكوز وبيديك طاقه في التمرين ويخليك تتمرن زي الوحش، لان طبعا كميه السكر كلها داخله في العضلات، وبالتالي بيبقى عندك دينامو او شحن على طول، فبالتالي بيخليك بتتمرن كويس جدا ويساعد على بناء العضلات، وفي نفس الوقت العضلات كلها بتبقى بتتغذى بالكميه السكر الكتير اللي انت بتاكلها، وبالتالي بيساعدك في بناء عضلات بطريقه احسن واسرع. ايه المشكله في الكلام ده؟ المشكله لو انت ما عندكش سكر، مرض السكر يعني، وبتاخد انسولين من بره، ده ممكن يخلي البنكرياس تبطل انها تنتج بالطرق الطبيعيه الانسولين، وبالتالي تتحول من بني ادم طبيعي الى مريض بالسكر. دي نمره واحد. نمره اتنين، جرعه الانسولين اللي انت بتاخدها ده على فكره ممكن يودي البني ادم في داهيه. ابسط حاجه انه ممكن يموت، ومش اي حد لو سمحت يقول لنا اي حاجه، نسمع الكلام ونقول نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل، ما هو الراجل قدامه هو زي الفل وما فيهوش حاجه وصحته كويسه. لا، ما حدش عارف، انت ممكن تشايفه من بره انه كويس، انما من جوه ما حدش عارف. اعمل وقتك تقسيم اراضي يا رايح، ما تخلينيش ابوظ ملامح. يا جماعه انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ ينفع كده يا استاذ شريف؟ انا حرامي صراحه. اسمع يا شريف، الكوتشينه فيها اربع بنات، انا معايا واحده، الخمسه دي جت منين؟ خمس بنات يا رايح، ده انت رايح في سكه غلط. ليه امي بتحبنا يا اخي؟ عامل ايه؟ بس ولعت، انت نسيت ان انا بلعب حديد ولا ايه؟ رايح يا كابتن، ده انت شبه الطار 500 جرام. انا شبه الطار 500 جرام؟ لا، احنا ننزل ونشوف بقى. عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يبعت لي ان شاء الله، انا هرد عليه. وما تنسوش تعملوا شير او لايك او سبسكرايب للفيديو، واشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم.